la carga tiene que ir. الدرجة عبارة عن ايه؟ 70 سم تتغير 10%.
يبقى كام؟ 70.1 تطلع 7 سم. خلاص انا هضايق 10 كده يا فندم. ار يساوي 10 هضايق 10 تديني 8.75 الغرف كام؟ 1.25 الاسكوب 7 هطرحهم من الفيديو طارق ليه؟ جبناه ازاي؟ احنا قلنا منطقة الجذور كانت 70 سم. نتيجة المفروض اجيب في المسألة. نتيجة المية اللي تحت في السويل حصل تشينج ان افريج في منطقة الجذور 10%. يبقى الدلتا سي كانت كام؟ ب 10%. لو كان قال لك الوتر كونتينر ريزد باي 10% هي هي او قال لك ريزد فروم كذا تو كذا تطرح لايه؟ الاثنين من بعض. خلاص؟ يبقى الستور عباره او الستور تشين او الستور دوتا يساوي 70 سم كده بتاع السويل مضروب في الدلتا سي اللي هي 0.1 تطلع 7 سم. الابلايد 10 الجريد 8.75 يبقى 1.5 ران اوف 8.75 منهم ستورج 7 يبقى 1.75 دي بالكوليشن كده انتهت المساله بالنسبه لنا ما فيهاش اي مشكله. خلاص يا جماعه؟ يبقى انت بس عايز تحط في ذهنك او في دماغك شكل المعادله في المرحله الاولى والمرحله الثانيه تحل اي مساله عنها. خلاص؟ ان شاء الله المره اللي جايه هناخد الاكسبريشن الثاني بتاع هورتون. خلاص الامور هتبقى سهله بالنسبه لنا ونشوف. احنا خلصنا بدري اهو. خلاص اصبر بقى بعد كده هنشوف طرق القياس بتاع الانفليتريشن ثم نلجا بقى نتجه بقى الشابتر 4 نتكلم عن الفاستر سيبريشن والجدوله والحاجات دي ونطلع بقى في